ريهام سعيد قررت إنها تفاجئ جمهورها بخبر صادم، وهو انسحابها من تقديم برنامجها على قناة الشمس، وقررت إن هي مش هتقدم برنامج صبايا الشمس تاني، وده بعد ما حقق نجاحات كتير. ريهام سعيد إعلامية كبيرة جدا وحققت نجاحات في كل الأماكن اللي اشتغلت فيها، وطبعا من فينا يقدر ينسى برنامج صبايا الخير، البرنامج اللي مصر كلها كانت متابعاه، ووقت عرضه الناس كلها كانت بتبقى قاعده في بيوتها وبتتفرج على الضيوف اللي ريهام سعيد بتستضيفهم. وبعد النجاح الساحق اللي حققه برنامج صبايا الخير، اشتغلت في قناه الشمس وعملت هناك برنامج جديد بس بعنوان صبايا الشمس، وبدات تركز على الترندات، يعني اي حد عامل ترند في مصر لازم بعدها على طول ريهام سعيد تستضيفه عندها في البرنامج، ويقعدوا يتكلموا مع بعض عن قصه الترند اللي اتعمل. ومن أشهر الحلقات اللي عملتها في برنامج صبايا الشمس هي الحلقة اللي عملتها مع محمود حديدة ودنيا مراته بعد ما اتجوزوا. الحلقة دي طبعا كسرت الدنيا وبقت حديث السوشيال ميديا، ومحمود حديدة بعدها بقى بيتقال عنه بلوجر وبقى من مشاهير التيك توك. ولكن ريهام سعيد مرة واحدة فاجئت جمهورها ونشرت على حسابها الرسمي على موقع انستجرام وكتبت: أنا بعلن انسحابي من قناة الشمس لظروف شخصية، وعايزة أقول إن اشتغلت معاها أكتر ناس محترمة في الدنيا وبتمنى التوفيق للجميع. الخبر ده خلى ناس كتير تسأل هي ليه ريهام سعيد انسحبت من البرنامج، خصوصا انه محقق نجاحات كبيرة. بعدها في كلام انتشر ان ريهام انسحبت من البرنامج بسبب انها محتاجة توفر وقت اكتر لابنها الصغير، محتاجة تهتم بيه شوية. لكن مش ده الغريب، الشيء الغريب بقى واللي مش مفهوم بجد ان ريهام سعيد رجعت عن قرار الانسحاب ده بعد ما اعلنته بساعات، وقالت ان هي اجبرت على العودة والتراجع عن قرار الانسحاب من القناة من الناس القائمين على البرنامج والادارة، وكل ده حفاظا على النجاح الكبير اللي حققه البرنامج. وزي ما ذكرنا ان ريهام سعيد اعلاميه ناجحه والبرنامج بتاعها مكسر الدنيا، ما نقدرش طبعا ننسى ابرز خلافاتها مع ريم البارودي، والخلاف ده ما كانش يوم ولا اتنين، ده بقى لسنين. والغريبه ان الاتنين كانوا اصدقاء جدا، وده الكلام اللي قالته ريم البارودي، والخلافات بينهم وصلت للمحاكم. لكن ريهام سعيد كانت دايما بتقول انهم مش صحاب ولا حاجه، وانهم اتقابلوا في حياتهم 6 مرات بس، وكانت ريم بتعاملها بمنتهى الود والمحبه، ولكن مره واحده اتفاجئت بتوجيه الشتايم ليها، وده طبعا ضايقها جدا، فقررت ان هي ترفع قضيه سب وقصف ضد ريم البارودي. وبالفعل قدرت ريهام ان هي تكسب القضيه، واتحكم على ريم بغرامه 20,000 جنيه. وبعدها خرجت ريهام سعيد وقالت: انا ما غلطتش فيها والحمد لله، ربنا نصرني في القضيه والحكم كان لصالحي.